اكدت مصر والاردن الرفض الكامل والتحذير من الاثار الانسانيه الكارثيه للعمليات العسكريه الاسرائيليه في مدينه رفح الفلسطينيه والتي تحرم اهالي قطاع غزه من شريان الحياه الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الامن للخروج للجرحى والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الاردنيه بشر الخصونه لتناول الاوضاع في قطاع غزه فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الثنائي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بشري الخصونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكه الاردنيه الهاشميه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان رئيس الوزراء الاردني حرص في مستهل المقابله على نقل تحيات وتقدير الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن الى السيد الرئيس. وهو ما ثمنه سيادته مؤكدا الاعتزاز بالعلاقه الخاصه والتاريخيه التي تجمع بين شعبي وقيادتي البلدين ومشيرا الى الاهميه التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي بهدف تحقيق المصالح المشتركه وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنميه الشامله لا سيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهره للدوره الثانيه والثلاثين من اللجنه العليا المصريه الاردنيه المشتركه برئاسه رئيسي وزراء الدولتين واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول ايضا الاوضاع في قطاع غزه التي تمر بمرحله غايه في الدقه في ضوء الجهود المضنيه للتوصل الى هدنه شامله في القطاع وتبادل للاسرى والمحتجزين بما يضمن الانفاذ الفوري والكامل للمساعدات الانسانيه بشكل مستدام وبلا عوائق للحد من الماساه الانسانيه التي يعاني منها اهالي القطاع حيث تم في هذا الصدد تاكيد الرفض الكامل والتحذير من الاثار الانسانيه الكارثيه للعمليات العسكريه الاسرائيليه في مدينه رفح الفلسطينيه التي تحرم اهالي غزه من شريان الحياه الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الامن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الانسانيه والاغاثيه وفي هذا الصدد تم تاكيد ان الاوضاع الحاليه تفرض على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لاطلاق النار مع المضي قدما بجديه وفاعليه في انفاذ الاعتراف بالدوله الفلسطينيه المستقله ذات السياده على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه بما يحقق العدل والامن والاستقرار الاقليمي ويفتح افاق التنميه لجميع شعوب المنطقه.